معكم حول الحدث. سعد الصابري. مساءكم اوقاتا معا حول احداث هذا اليوم. هل لبنان دخل في مرحلة كارثة اجتماعية بسبب الانعكاسات الاقتصادية لأزمته السياسية ومطالب الشارع؟ سنتحدث عن هذا الملف في القسم الاول، ومن ثم في القسم الثاني نتساءل حول مدى إمكانية نجاح حكومة الياس الفخفاخ في تجنيب البلاد انتخابات مبكرة جديدة، لا سيما مع دخول المهلة الدستورية إلى نهايتها. يرافقنا خلال هذه الساعة فانسون ستيفينار على الإخراج وكاتيا سعد في التنسيق لهذه الحلقة. ابقوا معنا. مئات المؤسسات أغلقت أبوابها، المؤسسات لا سيما الخاصة منها في لبنان. تم تسريح عشرات الآلاف من الشباب، معدلات البطالة في تزايد مستمر، الخسائر اليومية للاقتصاد اللبناني هي كذلك في تزايد، على الرغم من وجود مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، مع شركات أيضا طلب منها أن تكون مستشارة للحكومة الجديدة، الحكومة التي دخلت على وقع أزمة اقتصادية وسياسية تتخبط في طريقها حول هذه الأزمات المتزايدة، وإذا صح تعبير القنابل الموقوتة، ربما هل تنفجر هذه القنابل في وجه اللبنانيين أم هناك أوراق للحل يجب أن تلملم من قبل هذه الحكومة؟ سنتحدث عن هذا الموضوع. واستقبل من هنا من فرنسا السيد أنطوان نسا، رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين في باريس. أهلا بكم جميعا. سيد أنطوان منسى، ما الذي تبقى للحكومة من أوراق للعمل بها إذا كانت حتى في أيامها الأولى الأمور أمامها يعني حق الألغام تمشي فيه، خاصة مع انهيار القطاعات الواحد تلو الآخر؟ أصبحت النقابات المختلفة، إن كان اليوم نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي، قبل ذلك كان هناك المقاولون، وأيضا هناك التجار، حتى شارع الحمر الذي يعرفه العالم العربي والعالم أجمع بالمراكز والأنشطة التجارية والثقافية المختلفة، يعاني اليوم جراء ما يحدث في لبنان. بحب ستنا رحب فيك ورحب بالمدام، وأنا بشكرك على استضافتك. بعد ما سمعت هالأنتري أو ماتير بدي أقول يعني أنا بتأسف على شغلة وحدي. يعني اليوم نحن اتفقنا على المشكلة اللي عنا إياها، هالمشكلة إلا من 2011 بعد 2010، يعني البلد انحكم 9 سنين، بالتسع سنين انحكم بس 19 شهر، ما كان عندنا ولا حكومة ولا كان عندنا رئيس جمهورية، يا عندنا حكومة ما عندنا رئيس، يا عندنا رئيس ما عندنا حكومة، يا ما عندنا ولا هذا ولا هذا مع بعضهم. يعني اليوم نحن مثل جماعة عم نتخبى وراء إصبعنا وعم نتفرج على حالنا ونقول ميا كولبا شو صار فينا. يعني هيدا يلي أنا مني فهمينه. المشكلة موجودة من زمان، المشكلة موجودة على الأرض من زمان. ما بعرف ليش اليوم جينا عم نبكي على 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 وضعنا، بس نحن بنعرف إنه للأسف كان عنا بدك تقولي 7 رؤساء جمهورية مع بعضهم عم بيحكموا، 7 وزراء عم بيحكموا مع بعضهم، عنا 7 بدك تقولي طوائف عم تحكم مع بعضها، وهيدا صفة يعني وصلنا 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 للحيط، وهذا أكيد أكيد من وراء البرامج السياسية اللي كانت مخططة للبنان. بالأول ما حندخل بموضوع السياسي، بس اليوم الكارثة اللي بيسموها كارثة أنا ما حسميها كارثة، لأنه إسا ما وصلنا للكارثة، إسا اليوم في عنا مجال نرجع نقوم. نحن اليوم إجا مصرف لبنان وحمد الله بال 2015 كان مفروض تقع الكارثة الكبيرة، وقت إجوا ترجوه قالوا له دخيلك ما معنا ندفع موظفين الدولة، ما معنا ندفع حدا، لا نواب ولا وزراء ولا موظفين، دبر لنا الحال. راح عمل يلي بيسموه هندسة مالية، يلي هي عملية مصرفية سواب وقتها، وأخذ 800 مليون منا، وأكيد اشتركت فيها البنوك. نعم. والبنوك اليوم بتربح. وعملية 800 مليون يلي خلت الدولة واقفة من 2016 لحديث اليوم، واليوم عم نجي نقول للبنوك تفضلوا حطوا فلوس. البنوك اليوم ما بقى تحط فلوس على الأرض، وبتقلك أنا ما بقى مضطرة إذا ما في إصلاح. جايين نحن هلأ عم ننتقد البنوك، عم ننتقد الشركات التصنيف انه كيف بيصنفوا لبنان هيك بهالطريقة. ما نحن اليوم كان عنا سادر من سنتين، تتذكري ستنا استقبلتينا عندك؟ نعم. نهار سادر ابدا وحكينا بالموضوع، وقدموا لنا 11 مليار و600 مليون دولار. كان في تقريبا 7
47 شركة مالية عالمية موجودين من بلاد عربية ومن أمريكان، يعني كانوا هودين وجدوا معنا على الطاولة لو ما حسابات مصرف لبنان وحسابات البنوك مضبوطة وميرين على الميكروسكوب، ليش عم نعمل هالطريق هيدا؟ بدنا نحط الحق على فلان ونحط الحق على فليتين. الحق اليوم على شيء اسمه دولة لبنانية سقطت، واليوم في عنا مشاريع وحمد الله يلي اليوم الدولة غنية كتير والبنوك كلها يتا. آخر مرة نحن حكينا قدش نعم، يعني هل الحكومة الجديدة ستعتمد مثلا على قطاع البنوك للخروج بالبلاد من هذا من هذه الأزمة؟ يعني ما هي أوراق، هذا كان سؤالي، أوراق هذه الحكومة؟ أوراق الحكومة اليوم في عنا حكومة جديدة بترأسها الرئيس دياب ومعه أشخاص كتير مليئين وكتير كويسين. اليوم علينا نطلب من الدولة الموجودة هلا حاليا تقعد على جنب ويخلوهم يشتغلوا بكل معنى الكلمة. اليوم ما تاخذيني حالك بكل معنى الكلمة، اليوم الرئيس دياب بيقدر يجي ويقول نحن علينا مدفوعات، نحترم المدفوعات تبعونا ونجي ببلانينج مشان المستقبل. مثلا أممتها، لأن هذا كله ما بينفع أنه ندفع الديون وما يكون عندنا برنامج إصلاحي حد منه. يقول اليوم أنا قررت، عيت لسيمنز وعيت للأي دي إف، عيت لشركة مكسيكية لشركة إسبانيولية، اعمل مناقصة، عمر هالمعمل اللي بقدر عمله بثمان أشهر ولا تسعة أشهر وما أسمع لحدا أبدا. هيدا بعتبره إصلاح، منوفر مليارين ونص بالسنة. نعم. مثلا عم بعطي مثل صغير بس نعم. الحبل على الجرار، وفينا نحكي كتير كمان بالوضع الحالي. نعم. سواصل معكم. في شغلة مهمة مدام. سريعا. حاج بقى نقول انه عم نقول انه شركات عم بتفلس. كيف شركات عم بتفلس ما بتقدر تدفع موصفينا؟ اليوم بيروح على البنك الواحد بلبنان بيسحب الليرة اللبناني اللي بده اياه عم يعطوه، ما في مشكلة بالليرة اللبناني. ليش بدنا نسحب 200 و300 دولار؟ منحط حق على 200 و300 دولار. سنرى بقية الضيوف. معنا كونترا معه بالليرة اللبناني. نعم. فينا نسحب ليرة لبناني وندفع له. نعم. حاجة نقول انه من وراء البنوك صار هالشي. ابقى معي سيد أنطوان منسة، سنواصل الحديث معكم ضيوف مونتي كارلو الدولية. دعونا نستمع إلى ما قاله السيد جهاد أزعور لقناة العربية في من صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، لنستمع لما قاله حول ما يريده أو ما يوصي به صندوق النقد الدولي، ثم نعود للحديث. اليوم لبنان بحاجة إلى خطوة سريعة وكبيرة لعملية إعادة الثقة، إعادة الثقة بين المواطن والدولة، إعادة الثقة بين المستثمر والاقتصاد اللبناني، وإعادة الثقة بين مجتمع المانحين اللي هن وعدوا لبنان بدعم من خلال مؤتمر سادر ولبنان. شو بيتطلب؟ بيتطلب إجراءات اقتصادية ومالية واضحة وسريعة لجهة تخفيض مستوى العجز، معالجة مشكلة ما يسمى الحساب الجاري نظرا للعجز الكبير اللي صار فيه، معالجة مشكلة مؤسسات بالدولة اللي هي اليوم عم تشقق كتير كبير على الاقتصاد، مثل كهرباء لبنان، مثل خسارة إيرادات للدولة بسبب الأوضاع بالجمارك أو المعابر الغير شرعية. كل هذه إجراءات أساسية بفترة سريعة يجب أن تتم. بالإضافة لهذا يجب أخذ بعين الاعتبار مطالبة المواطن اللبناني بتحسين أداء ومؤسسات الدولة، معالجة مشكلة الهدر ومشكلة الفساد اللي هي اليوم من النقاط اللي عم يطالب فيها المواطن اللبناني. أخيرا وليس آخرا، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية نظرا لوجود طبقة اليوم اللي هي الأكثر ضعفا بحالة تهميش، يجب تأمين من خلال البرامج الاجتماعية حجم أكبر دعم لها. إذن مقتطف من حديث مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لقناة العربية. قبل قليل استمعنا له إذن، ونواصل الحديث مع ضيوفنا. في كل مرة تكون معنا سيد أنطوان نسى تتحدث عن الخصخصة، وأنا يمكن أن توفر للدولة أيضا مصدر جديد يقي الاقتصاد الدخول في ظروف كارثية أكبر خلال الفترات المقبلة. هل برأيك الحكومة الحالية يمكنها أن تضع يدها في هذا الملف الأشبه بربما شق الثعابين كما يقولوا؟ يعني أنا بس قبل ما بلش جواب على سؤالك بدي أشكر السيد باتريك، لأنه بالفعل
هودي كنت يلي قالهم كلهم مزبوطين. هيدا وضع الحالي اليوم. والدولة بس بالرواتب والأجور 58% عم تعمل نزف سنويا، وهيدا ما زدنا عليه الكهرباء وما زدنا عليه غير شيء. بس وين المشكلة؟ المشكلة اليوم الإدارة، الدولة إدارة ما في. يعني لو كملنا هيك، لو لقينا شو من كان، حنوصل على 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 حيط مسدود. اليوم بدنا أشخاص توثق فيهم، الشعب يوثق فيهم، والحراك يوثق فيهم، ونروح نتقدم لقدام. هلا بخصوص سؤالك، ايه طبيعي اليوم لبنان منه مفلس، ابدا منه مفلس. اذا ما حنرجع نعيد شو في ديبويات وشو في ريزيرف وشو في ببنك المركزي وشو في عنا ذهب 15 مليار وشو عنا كوميرشال بنك ديبوزيت وفورين بنك 656 مليون عنا وعنا 37 مليار موجودين ريزيرف. هودي فيتش هي ذاتها اعترفت فيهم، وشعب اللبناني ما بيعترف فيهم ابدا. نواب لبنانيين عم شوفهم على التلفزيون، وزراء عم تطلع على التلفزيون عم بيقولوا لا منو مزبوط. يا عمي شو في براسهم هالجماعة؟ طالما الأرقام موجودة. ساعتها أنا قلت أنه في شغلة مهمة جدا، الدولة بدها تبلش تلم التاكسز، بدها تبلش تلم الكهرباء، بدها تبلش تاخد اسم تكون دولة، وما تسمع لا على فلان ولا لهيدا ولا لهيدا، وتكون صارمة. اليوم إذا الدخان منعناه يا عمي بالمطاعم، هذا بيجيب مصاري للدولة. السيارات علينا مشكلة كبيرة، فيهم يلموا فلوس. وشغلة تانية، في عنا البي بي بي، هذا مشروع البي بي بي يلي هو برايفت بابليك سيكتور، يلي اشتغل عليه صديقنا زياد حايك بمجلس الوزراء، وقدموا فيه قانون ونزل على مجلس النواب، الخصخصة اللي هو قانون الخصخصة. وما بس هيك، يعني صوتوا عليه النواب أخذوا وحطوا بجوارير، ما نفذوا منه شيء أبدا. كل ما يجوا بدهم ينفذوا منه شيء يقولوا عم تبيعوا لبنان للأجانب. نحن هون بحب خبرك شغلة، اللوتو الفرنساوي من شهر عرضوا علينا البنوك كل واحد مننا إذا بحب يشتري أسهم باللوتو الفرنساوي ب5000 أورو، ما لنا حق نشتري أكثر من هيك للشعب الفرنساوي. دخل على صندوق الدولة وقت بيعوا اللوتو وبيعوا الفرنسيز دي جو، دخل على الصندوق 1.8 مليار يورو. فتح السهم ب19.30 يورو، كان الساعة 10:30 24 يورو، يعني منه ربحوا الشعب، ربحت الدولة، ومنه ظلت الدولة موجودة برأس المال ب20%. يعني هيك بدنا نشتغل بالمطار، هيك بدنا نشتغل بالكهرباء، هيك بدنا نشتغل بالتليكومينيكيشن، هيك بدنا نشتغل بالبور، هيك بدنا نخلق فرص عمل للناس للعالم. منا عاوزين ناس تيجي من برا تعلمنا شو بدنا نعمل. منا عاوزين نحن ناطرين هيدي فيريتي دي لا بوليس يلي عم تنعاد ليل نهار على التلفزيونات، القطاعات التي تتقسمها الدولة الأمريكية. ولا الاي ام اف ولا غيره غيراته، عم يجوا يعطونا دروس. يلي بنعرفها كلنا سوا، بدنا ننفذها بس. تنفذ، ولكن فقط إذا لم تظل هي القطاعات التي تتقاسمها الطوائف لكي تظل مستقرة فيما بينها وتتجنب تضارب المصالح. سيد أنطوان نسب قمعي، هيدا الكانسر تبعنا، عم بقلك إياها صراحة، هيدا كانسر تبع لبنان اليوم. إذا ما منقطشه منقصه، عم بيخدع على مسؤوليتي وعم بحكيها على الراديو. ولكن التساؤل، ما منكمل، لبنان ما بيكمل، بيموت. أختم معك سيد أنطوان منسا، أنت دايما متفائل، لهذا أختم معك، لأنك حتى وإن كنت تتفق مع سيد باتريك مارديني في الحلول، ولكنك لا ترى أن الانهيار بات وشيكا. بقول له لمسيو باتريك وللدكتور باتريك بقول له 100%، يعني على حق 100% باللي عم بيقولوا. انا اذا اكيد بدنا نعمل خصخصه، بدنا نعمل تنظيفه بالاول، يعني بدنا شطفه من الدرج من فوق لتحت مثل ما بيقولوا قبل ما نبلش بالخصخصه. معلوم هذا كله بده يصير فيه على تيران نظيف. يعني شغله ثانيه، انا بقول انه العمليه طالما اليوم نحن البنوك فيها تهدي إسا سنتين، حسب فيتش إسا سنتين فينا نهدي، بس لازم نفكر من مبارح قبل بكرة ونبلش بالشغل على الأرض. وأنا اتكالي كتير كبير على هالحكومة الجديدة.
انا سبق وتعرفت عليه شخصيا يعني بالجامعه الامريكيه. شخص اكاديمي حسن دياب. حسن دياب نعم. اكاديميسان كبير بس ذو ضمير حي وكويس وحابب يشتغل. المهم يخلوه يشتغل وبعدين نحن مثلا اذا مبسوطين بدنا نسمع الاجنبي يجي عمي اهلا وسهلا فيه. عملنا بس برنامج متطور بالداخل دون شروط ماليه يعني ما في لزوم يحطوا لنا شروط ماليه. نحن بندبر حالنا بحالنا ساعتها مثل اصلاح الكهرباء والمصفين يلي عم نحكي عنهم هيديك الساعه والقطاع العام يعني يعطونا مساعده تقنيه تكنيك بيكون 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 ممتاز مدام. وانا متفائل. انا بس كل شيء عندي طلب واحد اذا فينا نسكر هالتلفزيونات بلبنان بهالبرامج اللي بيحطوهم لانه صار في عنا حوالي 4 مليون ايكونوميك اوبسيرفر يعني كل يوم بيطلعوا على التلفزيون. شو بدك تسكر؟ لا تسكر في تلفزيونات وفي يوتيوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي يعني هون انا بعتقد وقت بيقعدوا بيتنحلون على اليوتيوب وهون انا بعتقد ما في ولاء للوطن مدام. ما في ولاء للوطن. شكرا يعني شكرا جزيلا لك. اذا بلد مثل بلدنا في خمسه حاكم سعاده الحاكم قال في 5 مليار بالبيوت. نعم اليوم نحن وقت بنشوف انه عندنا 5 مليار بالبيوت. اشكرك جزيلا. وقاعدين مع ناطرين تيصير الدولار ب 3000 تنبيع الدولار يعني صفينا نحن ما كتير مضاف. وقت منشوف الأتراك نسوين الأتراك وقت نزلت الليرة التركية صاروا يبيعوا الذهب تبعهم وحياتك. وهذا يلي شوي ما في ذهب بلبنان نسوان اللبنانيات ما عنده ذهب لبيعهم. شكرا سيد أنطوان منسى رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين في باريس. أشكر الدكتور باتريك مارديني الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني.